الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الجمعية السعودية للجراحة العامة، ندعوكم لحضور المؤتمر العلمي السنوي 13 للجمعية السعودية للجراحة العامة، والذي سيعقد بإذن الله في مدينة الرياض من 7 إلى 9 مارس 2020 في فندق الكراون بلازا. سيصاحب المؤتمر عدد من ورش العمل الجراحية لتدريب الجراحين، وكذلك سيكون هناك حضور لعدد من المتحدثين الدوليين من دول مختلفة من العالم، من أمريكا الشمالية ومن أوروبا وكذلك من شرق آسيا. سوف تقوم الجمعية بإذن الله بدعوة المهتمين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم وجميع الخبراء للتحدث في هذا المجال. موضوع المؤتمر حيكون عن جراحات الحوادث وجراحات الحالات الحرجة، فأدعوكم للمشاركة ونلقاكم في الرياض بإذن الله.